يوم الجمعة من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير، إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. الرب يجلس ملكا إلى الأبد، الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. وقال لهم مثلا: هل يستطيع أعمى أن يقود أعمى؟ أليس كلاهما يسقطان في حفرة؟ ليس تلميذ أفضل من معلمه، ولكن كل من هو كامل يكون مثل معلمه. ما بالك تنظر القزى الذي في عين أخيك ولا تفطن للخشبة التي في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القزى من عينك، وأنت لا تبصر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القزى من عين أخيك. ما من شجرة جيدة تثمر ثمراً رديئاً، ولا شجرة رديئة تثمر ثمراً جيداً، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنه لا يكتنى من الشوك تين، ولا يقطف من العليق عنب. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم. لما تدعونني يا رب يا رب ولا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي أريكم من يشبه رجلا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما جاء السيل فاض النهر على ذلك البيت، فلم يقوى على أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. أما الذي يسمع ولا يفعل يشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، وفاض النهر عليه فسقط للوقت، وكان سقوط ذلك البيت عظيما، والمجد لله دائماً.